مأزق وورطة وقع فيها، تخبط وضغط كبيران يعيشهما الوزير الأول الجديد نور الدين بدوي الذي كلف بمهمة الإشراف على مشاورات مع الأحزاب باختلاف مشاربها والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة، صدم وقوبل بالرفض. نقابات وأحزاب قالت بصوت واحد لا للجلوس على طاولة واحدة مع من رفضهم الشعب. اللي ما قدروش أنه في المرحلة هذه وفي ظروف غامضة وغير معروفة وفي معطيات غير واضحة ندعوها إلى لقاء الوزير الأول دون أن نعرف حتى فحوى ومضمون هذا اللقاء، وهل يتناسب مع طبيعة الحراك الشعبي في هذه الفترة. أي لقاء يعني راح يتم هو يعتبر طعنة في ظهر الحراك الشعبي، وجميع النقابات المستقلة طبعا قاطعوا هذا الحوار لأنه أصلا غير معروف ما هو مضمون هذا الحوار، وهل هو استجابة للمطالب الشعبية أو هو التفاف على هذه المطالب ومحاولة إعطاء شرعية لحكومة منذ البداية هي مرفوضة شعبيا. لكن في الجهة المقابلة هناك من يدعو لتغليب لغة الحوار للخروج من الوضع الحالي. لابد من قنوات حوار بين الأطراف التي تتحكم في المشهد السياسي، على اعتبار أن سياسات الرفض أيضا لم يمكن أن تأتي بنتيجة تنعكس إيجابيا على المشهد السياسي اليوم في الجزائر الذي يتميز بكثير من الاستقطاب وبكثير من التوتر، وهذا ما لا يخدم المصالح العليا للبلاد. أمل الوزير الأول في إنجاح مهمته والإعلان عن التشكيلة النهائية للحكومة الجديدة بداية الأسبوع اصطدمت على ما يبدو بحاجز يصعب كسره في انتظار ما ستأتي به الأيام القادمة أو ربما حتى الساعات.